في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. ماتش مصارعة في لعبة الكيك بوكس بين إريك ومصارع آخر قوي في الوزن الثقيل. إريك هو بطل العالم في الكيك بوكس ومعاه أخوه كيرت بيساعده وبيشجعه. بيواجه إريك لخصمه بضرباته بمنتهى القوة والمهارة، وبيتفوق إريك عليه بكل براعة وبيفوز بالمباراة. بيجيله أخوه كيرت وبيهنيه وبيحمل حزام فوزه ببطولة العالم، وبيقول أحد الصحفيين لإريك بعد فوزه في بطولة العالم: لسه في أقوى مصارع مواي تاي في تايلاند، محدش يقدر يهزمه من لاعبي الكيك بوكس لحد دلوقتي، وبيقوله لو هزمته هتبقى بطل العالم فعلا بدون منازع. وبيقرر إريك يروح تايلاند. بيوصل تايلاند مع أخوه كيرت عشان ينازل بطل العالم التايلاندي، وبيعومه في مركب في أنهار تايلاند الجميلة، وبيوصلوا لأحد الفنادق، وبيتعرف إريك على بنت تايلاندية جميلة، وبيقوله كيرت ياخد باله من فلوسه. بيروحوا يتدربوا في أحد النوادي عشان يستعد إريك للنزال، وواضح إنهم مش وحدهم المقاتلين في النادي، في مجموعة شباب تايلانديين أيضا بيتمرنوا. وبيمسك كيرت المت لإريك وبيوجه له ضرباته القوية جدا، وبيندفع كيرت من قوة ضرباته. بيروح لصالة نزال المواي تاي عشان يبدأ ينازل إريك تونغبو البطل التايلاندي، وبيدخله وبيستعد إريك للنزال. وأثناء خروج كيرت بيسمع صوت ضربات قوية جدا، بيروح لمصدر الصوت وبيشوف تونغبو وهو بيتدرب، وبينذهل بشدة لما بيشوفه بيتدرب في عمود خرسان، وبيركله بقوة ورجله ما بتتأثرش أبدا، وواضح إنها أصبحت فولاذية بسبب تدريباته المستمرة في العمود الخرساني. بيروح لإريك وبيقوله على اللي شافه، وبيقوله ما تلعبش الماتش لأنه واضح أن تونج بو أقوى منك بمراحل، لكن إريك واثق من نفسه أكتر من اللازم لأنه بطل العالم. لكن إريك بيصر على أنه نازل تونج بو. بيبدأ النزال وبيوجه له إريك ضربات قوية، لكن ما بتأثرش فيه أبدا، وبيوجه له تونج بو ضربات قوية ومتتالية، وواضح تفوقه الكبير عليه، وبيوجه له مجموعة قوية جدا من الضربات. وبيشوف كيرت إريك بيتلقى كم هائل جدا من الضربات، وبيحاول يتدخل ويوقف الماتش، لكن تونج بو بيضربه وبيقع على الأرض، وبيسقط إريك مهزوم على الأرض وبيحملوه وهو فاقد الوعي. بيساعده شخص اسمه ونستون وبيحمله معاه بسيارته للمستشفى. وبعد وصولهم للمستشفى وفحص الطبيب له، بيقول له الطبيب إن إريك اتصاب إصابة شديدة في عموده الفقري، وإنه مش هيقدر يقف تاني، وإنه لازم يخضع للعلاج في المستشفى لمدة 3 شهور على الأقل بسبب كسر ظهره. وبيغضب كيرت بشدة ومش مصدق اللي حصل لإريك، وبيقول له ونستون إنه لازم ينتقم من تونج بو، وبيقول له مش هتقدر تهزمه أبدا، وبينصحه يرجع لأمريكا. لكن كيرت بيقرر إنه لازم ينتقم لأخوه ويهزم تونج بو. بيروح كيرت لصالة تونج بو الرئيسية، وبيقول لأحد الأشخاص إنه عاوز ينازل تونج بو، وبيضحك هو واللي واقفين جنبه وبيسخروا منه على انه عاوز ينازل تونج بو. وبيقول له ونستون مش هتقدر تهزم تونج بو الا اذا اتدربت عند افضل مدرب في تايلاند وهو المعلم زيان. وبيقول له لكن اللي هيتعلم عنده هيحتاج وقت طويل. وبيقول له كيرت انه عاوز يروح يتعلم عنده. وبيروح له بيته اللي وسط الغابات، وبيقع في فخ عامله زيان للاشخاص الغرباء عن المكان، وبيجي له وبيقول له عاوز ايه، وبيقول له انا عاوز اتعلم عندك. وبيساله عن السبب، بيقول له انه عاوز ينتقم من تونج بو، وبيحكي له قصته مع اخوه اريك. بيقول له زيان عشان تتدرب عندي لازم تتحمل كتير وتكون صبور، وبيوافق كيرت. بيبعته يجيب لهم اكل من مكان معين، وبيروح كيرت للمكان وهو محل لبنت جميله اسمها مايلي، يبقى المعلم زيان عمها. بينبهر كيرت بجمالها وبيعرف ان زيان عمها، وبيحكي لها قصته هو واخوه اريك وسبب حضورهم لتايلاند، وبيقول لها انه هيتعلم عند عمها زيان عشان يهزم تونج بو وينتقم لاخوه. وبتقول له ان عمها زيان بيرفض يعلم حد، وان كل اللي بيجوا وبيطلبوا منه يعلمهم بيرفض وبيمشيهم. واثناء كلامهم بيدخل اتنين بيضايقوه وبيحاولوا ياخدوا حاجات من غير ما يدفعوا فلوس، وواضح انهم بلطجيه. وبيهاجمهم كيرت وبيضربهم، لكن مايلي بتخاف عشان محلها وإنه هيتسبب لها في مشاكل كتير. بيجيب الأكل وبيوصل للمعلم زيان، وواضح إنه نجح في أول اختبار عشان يقبله ويتعلمه، وإنه بعته للمكان ده عن قصد عشان يختبره. وبيوافق زيان يعلمه، وبيبدأ معاه مراحل التدريب الصعبة جدا. وبيصحيه زيان بمية وبيسكبها عليه
عشان يصحيه من النوم في الفجر، وبيبدأ في تدريبه ببعض الحركات والركلات، وبيوقع على بطنه ثمرة جوز هند ضخمة وتقيلة جدا، وبيتألم كيرت بشدة، وطبعا عشان يتحملها محتاج عضلات بطن قوية جدا عشان يقدر يتحمل سقوطها على بطنه. وبتيجي مايلي وبتحكي له عن معركة كيرت مع الأشخاص اللي هجموهم، وبيتناولوا التلاتة العشاء مع بعض، وبيبدأ كيرت يندمج معاهم، وبيوصل مايلي في الطريق وبيحكي لها عن حياته في أمريكا وسبب مجيئه لتايلاند، وبيتقربوا أكتر من بعض، وواضح الإعجاب المتبادل بينهم. بيستمر زيان في تدريب كيرت، وبيعلمه إزاي يصد ويتفادى الضربات عن طريق عصايتين بيوجههم له كأنها لكمات، وبيساعده في تمارين فتح الحوض الصعبة، وبيتحمل كيرت الألم الشديد. بيروح يطمن على إيريك باستمرار، وبيلاقيه لسه حالته صعبة. وفي أحد التدريبات بيطلب منه زيان يركل شجرة عشان يقوي ركلاته، وبيحاول كيرت لكن رجليه بتقلمه، وبيقول له زيان لو عاوز تهزم تونج بو لازم تركل الشجرة. وبيحاول كيرت وهو بيتذكر تونج بو اللي عمله في أخوه عشان يقدر يتحمس، لكنه مش قادر يركل الشجرة اللي بتوجع رجله بشدة. ولما بيلاقي زيان مش قادر يركل الشجرة بيقول له خد حاجتك وامشي، مش هينفع تتعلم عندي. لكن كيرت بيتذكر أخوه وإصابته، وبيقرر يركل الشجرة ويتحمل، وبيبدأ يركلها بكل قوة، وبتنكسر الشجرة لكنه بيقع على الأرض وبتتصاب رجله بشدة، وبتساعده مايلي في علاج رجله. بيتقدم كيرت في مراحل التدريب وبيصبح مستواه أعلى، وبيستمر في تمارين فتح الحوض الصعبة، وبيعلمه زيان يضرب الألواح الخشب عشان تصبح ضرباته قوية، وبيخليه يغطس تحت المية لفترة عشان يوسع الشعب الهوائية في صدره ويزيد قدرته على التحمل والتنفس، وبيواصل التدريبات الصعبة. وبيروح يطمن على إيريك أخوه، وبيلاقيه يتحسن بعض الشيء وبيتحرك بكرسي متحرك. بياخدوا زيان في أحد الأيام عشان يتمشوا، وبيوصلوا لملهى ليلي، بيدخلوا وبيطلب زيان مشروب مسكر، وبيستغرب كيرت من طلبه، وبيخليه يشرب كتير وبيبدأ يسكر، وبيسأله تعرف ترقص؟ بيقوله أيوة، وبيطلب منه يقوم يرقص مع أحد البنات، وبيرقص كيرت وواضح إن رقصه جميل، وبتشوفه بنت تانية وبتقوم ترقص معاه، وبيطلب زيان من شخص يعرفه إنه يستفز الشباب اللي قاعدين عشان يهاجموا كيرت، وبيبدأ الشباب يغيروا منه وبيطلعوا له وبيضايقوه، لكنه بيتغلب عليهم بكل سهولة رغم سكره، وبيتأكد زيان إنه مستواه اتحسن أكتر بعد الاختبار التاني اللي عمله له، وبيدخله زيان أول مباريات المواي تاي له بعد ما يتحسن مستواه القتالي كتير، وبيتفوق كيرت على المصارع التايلاندي، وبيفرحوا زيان ومايلي جدا بفوزه، بيعجب الجمهور وبيحيوه وبيسموه المصارع الأبيض. بيقرأ إيريك في الصحف عن خبر مباراة هتتعمل قريب بين كيرت وتونج بو، لكنه بيخاف جدا عشانه، وبيروح له وبيحذره إنه ينزله، وبيقول له ما تحاولش تنتقم منه عشاني، وبيقول له ينسى ينتقم منه. لكن كيرت بيقول له إن مستواه القتالي يتقدم بكتير عشان بيتدرب عند أحسن معلم في تايلاند، وبيقول له يطمن وإنه هيهزمه أكيد. وبتتطور علاقة كيرت ومايلي لعلاقة عاطفية بعد ما أصبحوا أصحاب، وبيواصل تدريباته وبيستلم رسالة ببدء ميعاد المباراة وإنها هتتعمل بالطريقة التقليدية القديمة، وهي إن المقاتلين يلبسوا قفازات من حبال ملزوقة بغيرة وإزاز وملابس معينة، وبيدربوا زيان تدريبات أكتر صعوبة عشان مباراته مع تونج بو. بيراهن رجل أعمال كبير على فوز تونج بو، وبيأمر رجاله يخطفوا مايلي وبيودوها لتونج بو، وبيعتدي عليها وبيغتصبها، وبتقول لعمها زيان وبيحزن جدا، وبيقول لها ما تقوليش لكيرت عشان يقدر يركز في مباراته مع تونج بو. وبيجي رجال رجل الأعمال اللي راهن على تونج بو، وبيهاجموا إيريك وبيخطفوه عشان يهددوا كيرت بيه ويخسر المباراة. وبيجي ميعاد المباراة وبيستعد كيرت للنزال، وبيلبس القفازات التقليدية اللي بتكون من حبال ملزوق عليها قطع زجاج بغيرها، وطبعا الضربات هتكون مميتة. وبيقول له أحد رجال رجل الأعمال إنهم خطفوا أخوه إيريك وإن حياته في مقابل المباراة، وإنهم هيتخلصوا من أخوه إيريك لو فاز على تونج بو. وبيصاب كيرت بالإحباط والحزن الشديد، وبتبدأ المباراة، وبيوجه تونج بو ضرباته القوية لكيرت، وبيستسلم عشان حياة أخوه.
لكن بيعرف زيان وبيروح ينقذ أخوه من إيديهم. وبتشاهد مايلي كيرتو وهو بيتلقى الضربات المتتالية من تونج بو وهي حزينة جدا. وبينتظر رجل الأعمال فوز تونج بو عشان يكسب الرهان. وبيتصاب كيرت بشدة بسبب ضربات تونج بو والقفازات المطلية بقطع الزجاج. بيساعد ونستن زيان في تحرير إيريك من إيديهم وبياخدوه وبيروحوا لكيرت. وبيشوف كيرت أخوه إيريك وصل بين الحاضرين وبيطمن من سلامته وبيطلب يفك القفازات اللي بتأيد حركته. وبيبدأ كيرت يوجه ضرباته القوية لتونج بو وبيهاجمه بركلاته القوية جدا. وبيبدأ تونج بو يترنح أمام ضربات كيرت وبيستمر كيرت في مهاجمة تونج بو وبيسقط على الأرض وبينهض بصعوبة. وبمجرد ما بيقوم بيوجه له كيرت ضربة قاضية قوية جدا وبيسقط مهزوم على الأرض. بتفرح مايلي جدا وبيهتفلوا الجمهور وبيهني زيان وأخوه وونستون وبيهتفلوا الجمهور بشدة بما أنه المقاتل الأول اللي قدر يهزم تونج بو. التدريب المستمر مع الإصرار معادلة مضمونة بتحقق المستحيل. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.